برلمانية تكشف تورط مسؤولين في استغلال سيارات الدولة وتغيير لوحاتها لقضاء العطلة الصيفية. راسلت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار فاطمة التمني وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت حول استغلال سيارات المصلحة بالجماعات الترابية، وقالت ذات النائبة في سؤالها أن استغلال سيارات المصلحة بالجماعات الترابية تؤطره نصوص وضوابط قانونية تقننه وتحدد كيفيته، مشيرة إلى أن واقع الحال يكشف يوميا أن استغلال هذه السيارات خارج الضوابط القانونية ومن طرف أعضاء وعضوات بدون مهام تدبيرية من خارج المكتب وخارج فترة الدوام الرسمي وأيما العطل في تحدي سافر للقانون والمذكرات الصادرة عن وزارة الداخلية، خصوصا المرسوم المتعلق بتحسين وتدبير حاضرة سيارات الإدارات العمومية.